مشروع مجسر قطبة تسير الأعمال بوتيرة عالية ومتصاعدة جداً، وضمن التوقيتات الزمنية تم الانتهاء من أعمال السطحة الأولى لمجسر قرطبة وهي بكمية 1760 متر مكعب وبست فضاءات، والآن الأعمال تسير تكاملية بالفضاءات من الدعامة. تم أعمال الصبية من الدعامة 21 للدعامة 27، والآن الأعمال تسير ضمن من الدعامة 27 إلى الدعامة 15 أعمال الصقالات والتهيئة القالب الخشبي للسطحة الثانية. أما من جهة ساحة الطيران الأعمال الآن تسير من الدعامة 6 إلى الدعامة الأبوتمنت أي واحد، ايضا تسير الاعمال انتهاء القالب الخشبي، والان الاعمال بحديد التسليح ايضا بنفس الكميه التي تم صبها هي 1760 متر مكعب ونفس الفضاءات هي 6 فضاءات، والاعمال تسير بوتيره عاليه جدا. الاعمال تسير ليلا ونهارا بثلاث شفتات 24 ساعه.